أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء أبدأها بالعناوين: استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي استجابة للمبادرة السودانية. الحكومة وحركات الكفاح المسلح بدارفور يبحثان ملف الترتيبات الأمنية بشأن مسار دارفور. الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم تطالب بضرورة التزام المواطنين بالضوابط والاشتراطات الصحية لتفادي الإصابة بالمرض. أهلا بكم. استأنف وزراء المياه في السودان ومصر وإثيوبيا المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي والتي تأتي استجابة للمبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك واتصالاته برئيسي وزراء كل من مصر وإثيوبيا للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثي في أقرب فرصة ممكنة. وشارك في الجلسة الافتتاحية للمحادثات بجانب وزراء المياه عدد من أعضاء لجان المفاوضات، وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد عقد عدة محادثات مع نظيريه في مصر وإثيوبيا كلا على حدة، أسفر عن استئناف المحادثات الثلاثية والتي توقفت منذ فبراير الماضي بواشنطن. وكان وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح قد قال إن المفاوضات السابقة أفلحت في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث بنسبة 90%، وتبقت 10% متعلقة بالتفاصيل الفنية، لذلك من الممكن التوافق على ما تبقى من نقاط حتى يبدأ العمل في سد النهضة بتعاون وتوافق بين الدول الثلاث لتحقيق المنفعة المشتركة. تواصلت بفندق السلام روتانا بالخرطوم وفندق كراون بمدينة جوبا عبر تقنية الفيديو كونفرنس محادثات السلام بين وفد الحكومة برئاسة الفريق ركن خالد عبدين ووفد حركات الكفاح المسلح حول ملف الترتيبات الأمنية بشأن مسار دارفور بإشراف الوساطة من دولة جنوب السودان. وبحث الطرفان عددا من البنود المتصلة بالترتيبات الأمنية، وستتواصل الجلسات حتى يتم التوصل إلى اتفاق حولها في الوقت المحدد من قبل الوساطة. أشاد وزير الدفاع ياسين إبراهيم بالتقدم المحرز في ملف الترتيبات الأمنية مع قادة حركات الكفاح المسلح. جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري وفد التفاوض الحكومي للترتيبات الأمنية في إطار لقاءاته الدورية للتعرف على ملف السلام. وحيى وزير الدفاع جهود الوساطة التي تبذلها دولة جنوب السودان، كما حيى قادة حركات الكفاح المسلح على جهودهم وتفهمهم وإصرارهم للوصول إلى سلام شامل في أقرب وقت. وكان رئيس لجنة الترتيبات الأمنية خالد عبدين الشامي قد قدم خلال اللقاء تنويرا شاملا لوزير الدفاع احتوى على المطروحة في ملف الترتيبات الأمنية في مسار المنطقتين ومسار دارفور ووجهة نظر الحكومة فيها. وقفت الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو اتفاقها مع الوساطة الجنوبية على تأجيل مناقشة العلمانية وحق تقرير المصير إلى الجولات النهائية من التفاوض، وأكدت أنها اتفقت مع الوساطة على استئناف التفاوض دون الاتفاق معها على أي مواضيع للنقاش عند استئناف التفاوض. وأوضحت الحركة الشعبية في بيان لها باسم السكرتير العام للحركة عمار أمون أنها وقعت على اتفاق حول ملفات التفاوض وترتيباتها بتاريخ 18 أكتوبر لعام 2019، وأبانت أنها ملتزمة بذلك الاتفاق دون تغيير. هذا وكانت الحركة الشعبية قد وافقت على استئناف التفاوض وتأخير علمانية الدولة وتقرير المصير إلى الجولات النهائية. طالبت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة الطيب الشيخ الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، طالبت بضرورة التزام المواطنين بالضوابط والاشتراطات الصحية لتفادي الإصابة بالمرض وزيادة أعداد المصابين، وإن عدم الالتزام بهذه الضوابط سيطيل أمد الحظر الصحي. وطالبت اللجنة وزارة الصحة بتكثيف التوعية بخطورة المرض وعلى الأجهزة الإعلامية التصدي للرسائل السالبة التي تستهين بخطورة كورونا وإنكار وجودها. من جهة ثانية وجهت اللجنة بتشغيل كل المراكز الصحية لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبيرة وتقليل حركة المواطنين بين المستشفيات، كما ناقش الاجتماع النقص والندرة في بعض الأدوية. وطالبت اللجنة بمعالجة مشكلات التصنيع الدوائي بين وزارة الصحة الاتحادية وأصحاب مصانع الدواء والجلوس مع وزارة المالية لترتيب استيراد الدواء.
بعد أن تخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا بالنيل الأبيض حاجز 70 إصابة، تسلمت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية دعما طبيا من منظمة جلوبال ايد هاند وبتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك إسنادا للجهد الرسمي في مكافحة الجائحة. وفي الأثناء ثمنت السلطات المختصة بالولاية الدعم المقدم من المنظمات الدولية والوطنية، كما ناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية منعا لانتشار الفيروس. بعد ازدياد معدلات الإصابة بجائحة كورونا في السودان متخطية حاجز 6000 إصابة، واستجابة لنداءات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وصلت إلى ولاية النيل الأبيض دفعة أولى من المعينات الطبية مقدمة من منظمة جلوبال إيد، وتوزعت بين 150 لبسة طبية بجانب أسرة ومفروشات، دعم وجد الثناء والتقدير من حكومة الولاية. مشروعنا مع UNDP في ولاية النيل الأبيض، جينا عشان نسلم مجموعة من المعدات الطبية كمساهمة في جائحة كورونا لمراكز العزل في ولاية النيل الأبيض، عبارة عن ميديكال بيتس أو أسرة طبية ومراتب، بالإضافة ل PPE سوت اللي هي اللبسات الواغية للكادر الطبي. نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يتواصل الدعم من المانحين عشان نقدر نساهم في سد الفجوة اللي بتواجهها البلد في جائحة كورونا. ويأتي الدعم الطبي هذا في ظل مساعي داخلية وخارجية للمضي في إرسال دعومات أخرى ربما تسهم في القضاء على الفيروس في مدة وجيزة. هذا الدعم يمثل المرحلة الثالثة من التدخلات من قبل برنامج الأمم المتحدة. المرحلة الأولى استهدفت زيادة الوعي المجتمعي في من المواقع المجتمعية في ولاية النيل الأبيض بمحلية السلام والجبلين، وشاركت فيها لجان التنمية المجتمعية بشكل فاعل، وضمنت برامج التوعية المجتمعية من خلال توزيع معينات برامج التوعية المحلية، بالإضافة إلى تحريك المجتمع التعريف بالرسائل الصحية موجهات وزارة الصحة ومنظمات. وبشراكة مع منظمات وطنية ودولية تمضي السلطات الصحية نحو خفض معدلات الإصابة بالجائحة من خلال تقديم جرعات توعوية مختلفة وتطبيق الاحترازات الصحية اللازمة منعا ومكافحة. وطبعا معدات الحماية الشخصية مهمة عشان برضو نحمي كادرنا الجيش الأبيض اللي هو مستمر في العمل في المستشفيات وتقديم الخدمة في المراكز الصحية ومراكز العزل. من الحاجات المهمة اللي احنا سعيدين بها اللي هو الكفرول اللي هو ده بيتم استخدامه في مراكز العزل، وفي نفس الوقت في العنابر الموجودة في المستشفيات اللي هي بنسميها respiratory zone اللي هي بيتم فيها الفرز الأولي. برضو احنا بنناشد المواطنين على انه يلتزموا بكل الاجراءات الاحترازيه اللي نزلناها كوزاره صحه. وحثت اللجنه العليا للطوارئ الصحيه بالنيل الابيض المواطنين بضروره الالتزام بموجهات الحظر منعا لانتشار الفيروس. ومع تجاوز حالات الاصابه حاجز 70 اصابه بالولايه، يتوقع ان تسهم مثل هذه المبادرات في خفض معدلات انتشار الجائحه مع ضرورة التزام المواطنين بالمحاذير الصحية. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، ربك. أعلن والي جنوب دارفور المكلف هاشم خالد خلوة ولايته من فيروس كورونا بعد تعافي 32 مصاب ووفاة 3 منهم، وهم جملة المصابين 35 شخص منذ ظهور الجائحة بالبلاد. وقال ذلك جاء نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الولاية تجاه حماية الناس من الوباء. وأوضح الوالي خلال وقوفه على الكميات المضبوطة من السلاح والمواتر وعدد من المقبوضين من المتفلتين بواسطة قوات الدعم السريع في محلية بورام إن المتحركات التي قامت بالعمل أنجزت مهامها من خلال وقف النزاع القبلي وفرض هيبة الدولة والقبض على المتفلتين وجمع السلاح. واجبات هذا المتحرك الأربعة: سيادة حكم القانون، استعادة الأموال المنهوبة، جمع السلاح والمظاهر السالبة، والقبض على المتفلتين. وتنفذت هذه المهمة بنسبة 100% ولله الحمد والمنة. نحن في جنوب دارفور بحمد الله وتوفيقه بهذا الداء اللعين
جائحة كورونا وصوب لنا 35، مضوا لله سبحانه وتعالى 3، فضلوا 32، ال 32 حالة شفت، وجنوب دارفور بدون كورونا اليوم الحمد لله. من جانبه عدد قائد قطاعات ولاية دارفور بالدعم السريع صامة في ظل المكاسب التي تحققت من الحملة بالقبض على عدد كبير من المتفلتين والعصابات وكميات من الأسلحة والذخائر والمواتر بالإضافة لكميات الحشيش، وأشار إلى فرض هيبة الدولة وبسط الاستقرار في كافة مناطق انتشار القوات. وقفنا الصراع القبلي وبدينا نشتغل شغل تاني غير الصراع القبلي اللي هو القبض على المتفلتين ومصادرة المواتر السلاح اللي اتقبض الموجود الآن في العرض 133 تم إرساله لنيالة 174 الإجمالي 307 المواتر 86 موجودة أمامكم والإترسل 89 الإجمالي في محلية برام 195. وجه أمين عام حكومة ولاية كسل أرباب محمد الفضل بمزاولة جميع العاملين أعمالهم بمواقعهم المختلفة اعتبارا من يوم غد الأربعاء وفق مواقيت بدء الدوام الرسمي في 7:30 صباحا مع الالتزام بمواعيد نهاية الحظر في 11:00 صباحا إلا من يستثنيهم رئيس الوحدة لأداء أي مهمة حتى نهاية الدوام اليومي أو بعده. ووجه أمين عام حكومة الولاية الجميع بمراعاة الضوابط الصحية المعروفة والتقيد بموجهات أمر الطوارئ الصحية رقم 4 بالذات فيما يلي لبس الكمامة وإجراءات السلامة الشخصية. أكد رئيس اللجنة القومية للمفصولين تعسفيا صلاح محمد عيسى أن اللجنة طالبت الحكومة بإصدار قرار سياسي يرد الاعتبار الأدبي قبل المادي للمفصولين، ووصف صلاح الفصل بمسمياته المختلفة بأنه جريمة ارتكبت في حق المفصولين وأسرهم ترتبت عليها آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية سالبة. ووصلتنا الآن ما لا يقل عن 70,000 استمارة. الآن اللجنة حاليا شغالة في أنها تصنف أو صنفت هذه الاستمارات، وحتى الآن اللجنة أصدرت 29 قرار إرجاع بالنسبة للمفصولين يتعلق بمؤسسات وزارات بنوك الرقم لا يقل عن 5,000. وحاليا هي اللجنة عملت توصيات ل 19 جهة، بنسعى في خلال اليومين الجايات أنه تطلع القرارات. فبموجب الآلية بتاعت الاستمارة والبيانات اللي بتجي من المصالح الحكومية باللجنة بعد بتجي تصنف حسب وضع المفصول. وفي سياق متصل أوضح رئيس لجنة المفصولين بشركة سكر كنان الهادي هاشم أن كنانة هي إحدى مؤسسات القطاع الخاص، إلا أن انتهاكات النظام البائد طالت موظفيها. سيدنا عبد الله النذير طواري قام طلع علينا خطاب صادر من السيد رئيس مجلس الإدارة اللي هو محمد أحمد عمر في الوقت ده كان هو وزير الصناعة. الخطاب ده معنون جاي بواسطة الوزير ده باعتبار فيه رئيس مجلس الإدارة شركة سكر كنانة. الخطاب ده صادر من جهاز الأمن إنه يتفصلوا فلان وفلان 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 لسة معينة هناك كده اسمه، وهذا الخطاب يا جماعة. الخطاب ده جاي يعني أنتوا فترتكم الحكومة، إحنا كله يعني ما ممكن طبعا نقومنا فيكم مساكن كده، فقمنا أقرب حاجة لهنا طبقنا عليكم هناي البند بتاع الفصل التعسفي. سودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. لجنة مراقبة ومتابعة وضبط انسياب السلع الاستراتيجية بولاية الخرطوم تشدد على ضرورة المضي قدما في تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة المخالفات تجاه السلع الاستراتيجية. أهلا بكم من جديد وإلى هذه الطائفة من أخبار العالم، حيث قالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية
لولو بنت راشد الخاطر أن قطر ستبدأ في إلغاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في مدنها بموجب خطة من 4 مراحل تبدأ في 15 يونيو بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد وتسيير رحلات جوية للمغادرة. وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل العام ستبدأ في 1 يوليو والثالثة في 1 أغسطس والرابعة في 1 سبتمبر. وقالت إنه من الممكن إعادة فرض القيود مجددا أو تأجيل مواعيد بدء تنفيذ المراحل إذا اقتضت الضرورة ذلك. قالت مصادر مطلعة أن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100,000 ويبلغ عدد الحجاج سنويا حوالي 2.5 مليون. وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويا. وطلبت السعودية في مارس تعليق خطط الحج ووقف العمرة حتى إشعار آخر. وقال مصدران مطلعان على الأمر أن السلطات تفكر الآن في السماح بأرقام رمزية فقط هذا العام مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سنا وإجراء فحوص صحية إضافية. قال مكتب أبو ظبي الإعلامي بدولة الإمارات إن أبو ظبي ستمدد لمدة 1 أسبوع حظر الدخول إلى الإمارة والخروج منها والانتقال بين مدنها الرئيسية والذي كانت فرضته في 2 يونيو. ويسري الحظر على جميع المقيمين في أبو ظبي مع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية ويسمح بالتنقل داخل مدن العين والظفرة وأبو ظبي لكن ليس بينها خارج ساعات حظر التجوال الليلي الساري بالفعل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. قالت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل بحثت الوضع في ليبيا خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت ميركل للسيسي أن المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة يجب أن تظل الهدف الرئيسي لعملية السلام في ليبيا التي تشهد قتالا بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. وكان السيسي اقترح وقفا جديدا لإطلاق النار بعدما حققت حكومة الوفاق الوطني سلسلة انتصارات على قوات حفتر لتجهض بذلك محاولته توحيد البلاد بالقوة. في أخبار الاقتصاد شددت لجنة مراقبة ومتابعة وضبط انسياب السلع الاستراتيجية بولاية الخرطوم على ضرورة المضي قدما في تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة المخالفات تجاه السلع الاستراتيجية المدعومة من الدولة. وكشفت اللجنة عن عقوبات مشددة أوقعتها محاكم الطوارئ خلال الأسبوع الجاري على عدد من المخابز المخالفة لأوزان الخبز بالغرامة وصلت إلى 100,000 جنيه. وقررت اللجنة في اجتماعنا اليوم إصدار أوامر محلية لمجابهة المخالفات التي لم ترد في قانون الطوارئ. وأرجعت اللجنة عودة صفوف الخبز في بعض المناطق إلى قطاعات الكهرباء ونقص العمالة وتأخر ورديات المخابز وطالبت بإصدار قرار يحدد ساعات العمل بالمخابز لمعالجة ظاهرة الصفوف. وقف الاجتماع المشترك بين حكومة ولاية نهر النيل واللجنة الاتحادية المكلفة بتنفيذ قرار الرئيس مجلس الوزراء القومي بشأن استلام محصول القمح. وقف مدى تنفيذ القرار الاتحادي واستجابة المزارعين للقرار والسبل والآليات التي اتخذتها الولاية لضمان وصول كميات القمح لمخازن البنك الزراعي. وناقش الاجتماع سير عملية التسليم والكميات التي تم تسليمها فعليا بجانب المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التسليم وكيفية وضع الحلول والمعالجات الآنية والسريعة لضمان استكمال التسليم. وقالت رئيسة الوفد الاتحادي دكتور ست النفر إبراهيم إن الاجتماع أمن على ضرورة مراجعة السعر التأشيري التركيزي المعلن مؤخرا من قبل الدولة ومراعاة الارتفاع في تكاليف الإنتاج بولاية نهر النيل مقارنة بالولايات الأخرى. الوفد زار الولاية اليوم للوقوف على موقف استلام القمح ولمعرفة الإنتاج الكلي للقمح في الولاية وموقف استلام البنك الزراعي وتذليل المشاكل والمعوقات التي تصاحب التمويل التسليم. ووصلنا الحمد لله لقرارات وتوصيات وحنواصل اجتماعاتنا إن شاء الله وزياراتنا الميدانية لمواقع الانتاج والتسليم والتخزين لحد ما نصل لأنه نحس المواطن والمزارع بأن تسليم القمح ده لمصلحته ولمصلحة الوطن إن شاء الله.
من جانبه أعلن والي نهر النيل بالإنابة اللواء شرطة حقوق خالد حسان التزام حكومته بتنفيذ القرار وتسليم محصول القمح في الوقت المحدد. وصلنا لقرارات إن شاء الله تزيد في تعسم من الوتيرة بتاعة تسليم القمح، وأهم من كده تضع علينا آليات واستراتيجيات لتطوير الزراعة ورفع الإنتاج للمواسم القادمة. ركزنا على دور الإعلام والأجهزة الإعلامية لرفع الحصة الوطني لدى المزارع ولدى التاجر. سلعة القمح سلعة استراتيجية بتدخل ضمن آليات السيادة للدولة، ولازم المحصول ده يصل لمخازن الدولة دون خسارة أو ضرر. بحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية بمقر وزارته مع وفد الجمعية البيطرية للتنمية وبناء القدرات والمركز العالمي لثقافة السلام السودانية، بحث أوجه التعاون المشترك وكيفية مساهمة القطاع البيطري في مكافحة جائحة كوفيد-19 من خلال الجهود المقدرة التي تبذل لمواظبة الأداء المهني والإنساني لمجابهة هذه الجائحة. وأشدد من خلال اللقاء على أهمية التواصل، على ضرورة المشاركة مع جميع العاملين في المجال البيطري بما يشمل شريحة المنتجين والمصدرين وشركات قطاع الدواجن وقطاع الأدوية البيطرية، وتجدر الإشارة إلى أهمية الحضور لجميع المشاركين والمختصين والخبراء من القطاعين العام والخاص للمشاركة في هذه النفرة القومية الصحية بمبنى وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية يوم الاثنين المقبل. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العالم. استئناف المفاوضات حول السد النهضة الإثيوبي استجابة للمبادرة السودانية. الحكومة وحركات الكفاح المسلح بدارفور يبحثان ملف الترتيبات الأمنية بشأن مسار دارفور. الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم تطالب بضرورة التزام المواطنين بالضوابط والاشتراطات الصحية لتفادي الإصابة بالمرض. نهاية السودان هذا المساء قدمناه من قناة الشروق. شكرا لطيب المتابعة. إلى اللقاء.